300 خطأ أو يزيد. قال لي يا أبو حسام هذه كلها غلط. هذه نسخة القرآن الكريم مترجم للغة العبرية، واللي قام على ترجمتها مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الشريف. نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة العبرية معتمدة من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. أخطاء يتجاوز عددها 300 خطأ رصدها المتابع للشأن الإسرائيلي علاء الدين أحمد. هذه الأخطاء تمس بالعقيدة الإسلامية، فضلاً عن استبدال اسم المسجد الأقصى المبارك بالهيكل الإسرائيلي المزعوم، وأيضاً إدخال للإسرائيليات المزيفة والمحرفة وخلطها بآيات القرآن الكريم. هذه نسخة القرآن الكريم مترجم للغة العبرية، واللي قام على ترجمتها مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الشريف، واللي قام بترجمتها الدكتور البروفيسور أسعد نمر بصول، فلسطيني جنسية من سكان الرينة في شمال فلسطين. تحريت عنه عن طريق أصحابي لي، قالوا لي أنه ساكن في أمريكا بيجي له 20 سنة. بلشت أسأل، سألت واحد من ناصرة في حيفا بأخذ منه كتب اسمه إبراهيم صالح عباسي، بقول له يا أخونا أبو راني، وقعت في يدي صحيفة مترجمة للغة العبرية حصيتها 300 خطأ أو يزيد. قال لي يا أبو حسام هذه كلها غلط. وجدت هذه النسخة أنا فيها فوق 300 خطأ، وهذه مصيبة، يعني أخطاء كارثية. هذه النسخة هذه يعني المطبوعة في المدينة المنورة وطبعها ترجمة الدكتور أسعد نمر بصول، تمت مراجعتها من قبل المجمع، واللي راجعها من قبل المجمع الدكتور تيسير حسن محمد العزام. يعني حتى أي واحد براجع شغلة بده يبين شهادته فيها. أول أخطاء ترجمة اسم القرآن الكريم، أعطاله اسم ها قرآنها مفؤار. الأجدر فيه كان يسميها قرآنها كريم ويبوب تحت إيش معنى قرآن كريم. في سورة الإسراء آية رقم 7 كتب هنا بدل ما وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، كتب وليدخلوا الهيكل وحط المسجد بين قوسين للتعريف، يعني أنه قدم الهيكل على المسجد. يعني الرواية كلها تبعته أنه الهيكل مش المسجد، وهذا بالفعل بتماشى مع الروايات الإسرائيلية اللي سرقوا القدس وتهويد القدس وهذا كلية العمل. هذا الشغل كله متساوق كليا مع السياسة الإسرائيلية. في جدول الأنبياء ذكر كل الأنبياء ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكروش. عندهم في التوراة بيقولوا إذا بيجيكوا واحد بيدعي النبوة أو بيحلم إنه نبي اقتلوه. في كمان بالنسبة لسيدنا إبراهيم كاتبين عنه إنه أب لإسحاق ويعقوب، واستثنى سيدنا إسماعيل. بستدل هنا بآيات إنه موجود، هنا بستدل بأرقام آيات، ولكن لو رجعت هنا أنت للآيات بتلاقي سيدنا إسماعيل اسمه برضه مذكور. جوا سيدنا إسماعيل موجود ذكره. السبب هنا إسرائيليات. الإسرائيليات هنا بتقول إنه ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم خذ ابنك وحيدك اللي هو إسحاق وامضي فيه إلى بلد عبادة وقربه قربان. بيعدوا إنه إسحاق هو الذبيح مش إسماعيل. من المنطلق هذا بكره إسماعيل هم. لقيته هم في الشرح كاتب هنا حط بين قوسين اللي هو الذرية لإبراهيم تتبع. لكن المفسرين عنا الطبري وابن جرير وابن جليل أجمعوا على أنه نوح هو اللي من الذرية. فيهن 6 آيات والآيات متشابهة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لازم تكون الترجمة كلها واحد، أجل الترجمة مختلفة. الترجمة في كل آية بتختلف عن الثانية. يعني عندي في سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، هو إيش ترجمها؟ ويقولون متى هذا الحكم إن كنتم صادقين، بغير معنى الآية. يعني عندي في سورة الشعراء آية رقم 108، آية رقم 110، آية رقم 126، 131، 150، 163 كلها بتقول فاتقوا الله وأطيعون. الترجمة كلها مختلفة. يجب على مجمع الملك فهد أنه يحاسب المترجم ويحاسب المراجع اللي راجع وراه وما ظبطش علومه فيها.